عجيب. نعم، لان الفضه ليست لديها سموميه والاشعاع ديال المانيتيزم هذا المغناطيس بنفس هذا، بمعنى ان الرجال ملي يحملوا ملي كيزينوا بالذهب يكون الجسم ديالهم مغناطيس ما خصوش يتغنطس اكثر من المراه، المراه لا الذهب ما يضرهاش، الرجال الذهب يضرهم من الناحيه العلميه، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الذهب على الرجال حرمه. نعم نعم حرمه. النحاس بالعكس ممكن العيالات والرجال ياخذوا خلخال ديال النحاس في يديهم، علاش؟ وحديد يكون احسن، لان النحاس ملي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. انا حيت كنشوف بعض الرجال. نعم الان خصهم هذه القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم. خاتم ديال اقلها خاتم نحاس. نعم يدار في الاصبع، علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا، القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول وما يمرضوش. نعم لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. احنا إلا قارنا روسنا مثلا مع مكة ما بعدش بها بزاف 3 ساعات في الطائرة، يعني احنا عندنا مغناطيس أكثر منهم. لكن الان مع يقلب الناموس الكوني ان الان الامراض في العربيه السعوديه وفي دول الخليج كلها، يعني حول مكه ولا حتى الشام، يعني كله هذه الدول عندها الان امراض اكثر من امريكا، لانها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقه. ولذلك في النصائح اللي اعطيت للحجاج انا قلت بانه ما يتناولوش اللحم في مكه، ما الاحسن لا يتناولوا اللحم. لماذا؟ لانه مسافر مضطرب عصبيا، وان مكه جوها ثقيل ويجب ان يشرب ماء وياكل تمر وشعير فقط. فهذه الاشياء ما نبقاوش حنا ناخذوا يعني من منطقه ضيقه، من واحد الزاويه ضيقه ونقولوا بان نعم هذه. فالانسان عرف الحلبه وعرف الحلبه بانها مفيده، والحلبه هي الان مفيده وزكت العلوم، وان الانسان كان ذكي، وان الله سبحانه وتعالى خلق ناموسا كونيا، وانه علم الانسان كيف يعيش، وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه. هذا علم ادم داخل فيها كل شيء، أن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش في هذا الكون. الإنسان البدائي كان أذكى وكان أقرب للطبيعة من إنسان الآن. فالإنسان ما كان عنده ذيك الساعة لا طبيب ولا مستشفيات ولا شي حاجة، كان يعيش في الطبيعة، كان يعيش في الطبيعة، كان يحفظ الطبيعة جيدا ويعرف الأشياء التي تنفع والأشياء التي تنفع، يعني كان يعتمد على الأيتيولوجيا. يعني مش بحال يمكن حيوانات الآن، هي الآن تنحى نفس المنحى. أعطيك مثال بسيط جدا. كان عارفوا أن هذوك الفئران الجيردانات الفئران ما كي علاش الشركات اللي كتصنع السموم ديال الفئران عندها مشكل؟ لأن الفئران كيزيدوا واحد ياكل، إلا مات ما كياكلوش، إلى بقى حي عاد كياكلوا الفئر الاخر. انا فئر تجارب. ولذلك عمدت لا لا لا، الله سبحانه وتعالى اعطاه برمجه في الجسم ديالو هكذا. ديك المجتمع ديال الفئران الله سبحانه وتعالى نظموا على هذا الشكل، لانهم تمام مخلوقين، وكاين اللي تيقول لك عندهم مساوئ في الطبيعه، هما عندهم منافع في الطبيعه عليهم. ولكن ليس هناك خلق شيء مخلوق عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. لا يمكن شيء مخلوق عبث، ولا العقرب السوداء ولا أي شيء، ولا حتى الصراصير، ليس هناك شيء مخلوق عبث، غير العلم مازال ما وصلش الأهمية ديال هذيك الأشياء. ومن جملة هذه الأشياء كما قلت لك، ليه ما الآن الناس كلهم كيتكلموا على الحلبة وعلى الحبوب الكتان وعلى السانوج وعلى لماذا؟ يعني لماذا؟ لأن الإنسان عاش واحد الفترة ديال من بعد الاستعمار إلى الآن فترة كاذبة سوداء، أنه اعتمد على العلم 100%. نعم فترة سوداء كالحة، لأن الإنسان ابتعد من الطبيعة، وأن الإنسان مشى بواحد السرعة ديال العلوم وديال التقدم التكنولوجي يعني مفرطة، أنه الآن أصابته كوارث طبيعية، يعني منها 50% اللي كيموتوا بأمراض القلب والشرايين. علاش؟ لأن كانوا كينصوا الناس ياكلوا اللحوم، لما كانوش اللحم راه متخلفين، ملي بداو تياكلوا اللحوم 50% كيموتوا بأمراض القلب والشرايين. هذا ليس تقدم، هذه ليست حضارة. الحضارة هي الحضارة الإسلامية العربية التي وصلت إلى الأندلس، اللي علموا الناس كيفاش يغرسوا الزيتون والرمان، وعلموا كيفاش يعيشوا. ولكن هادشي لا يذكر في التاريخ، هم يذكرون تاريخهم، نحن لا نذكر تاريخنا.
يعني هما ملي كيبغيو يذكروا المسلمين كيقولوا الغزات، وهنا يعني هنا العلماء ديالنا ما يعني ماشي التدوين، حنا الناس اللي كيكتبوا ما دونوش، هذا هو المشكل اللي عندنا، مشكل التدوين، الكارثه ديال العالم العربي هو التدوين، ما كيدونوش هذا الكلام اللي كنقولوا الان. انا لو غير هذا الكلام كان مدون وكان في كتب لكان بهر وبهض العالم الغربي. هذه المجموعه ديال الفئران الان الشركات اللي كيعملوا صنعوا واحد السم ما كيقتلش مباشره. قناة نصائح وإرشادات مجانية. كيقتل على 10 سوايع باش الفئران كلهم يكونوا خاضوه، من اللي غادي يموتوا يموتوا دفعة واحدة. هذه فهنا هذا يعني هذا التنظيم الله سبحانه وتعالى اللي خلقه في الجسم، ولا هذا التنظيم، هذا الانسان كان في المجموعه ديالو، وليس انسان بدائي، يعني بدائي فيما يخص التاريخ وليس بدائي فيما يخص العقل. انا لا اقول بدائي من الناحيه العقليه، انما بدائي من الناحيه ديال التاريخ، لان الفتره رقم صفر ولا واحد، وحنا دابا الفقره ان اللي كنسمعوا يعني. فهذا فقط انه كان ذكي وكان انسان يعني عجيب. فهذا الانسان ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه، ادق شيء في الطبيعه كان كيحفظه. الان حنا واش كنشوفوا الطبيعه؟ كاين علماء الان في امريكا ازدادوا في المدينه في واشنطن وفي نيويورك وفي سان فرانسيسكو، ما عمرهم لمسوا التراب ولا راوا الباديه، ومع ذلك علماء الان يعملون بالمختبرات والمراكز العلميه والان يستمع لهم الناس. فعلا هذا الشخص لا راى نمله ولا راى بعوضه ولا راى حيوانا في حياته. عجيب. هذا هو الغريب في الامر، ليس كل من معه شهاده دكتوراه باحث، هذا وليس يعني كل من معه شهاده دكتوراه عالم، لان هناك اشياء توحى من الله سبحانه وتعالى، وهنا علماء يعني قاموا بتكوين انفسهم، هو تكون نفسه وحفظ الاشياء هكذا. الى خدينا مثلا غير الاطفال ديال الباديه، هل هذا الطفل محتاج لموسوعه علميه في التلفزيون؟ لا يحتاج موسوعه علميه، لانه يرى الحشرات ويرى الازهار ويرى النبات ويرى الاشجار، كيعرف الفصول، كيشوف النجوم في السماء، كيشوف القمر امتى كيطلع وامتى كيروح، كيشوف الاشياء، الاصوات ديال الحيوانات، الضفادع في الليل، الاصوات ديال الحيوانات في الليل ومع الصباح، يعني موسوعه كيشوفها بعينه كيعيشها. هذا لا يحتاج موسوعه. هذا ثم هذا الطفل اللي في المدينه، الطفل في المدينه واخا نعملوا له موسوعات فلن يفهم شيء الا لما يكون وسط الطبيعه. المراه لا، الذهب ما يضرهاش، الرجال الذهب يضرهم من الناحيه العلميه، ولذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الذهب، ذهب على الرجال حرمه. نعم نعم حرمه. النحاس بالعكس ممكن العيالات والرجال ياخذوا خلخال ديال النحاس في يديهم، علاش؟ وحديد يكون احسن، لان النحاس ملي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. حيت كنشوف بعض الدراري نعم نعم الان خصهم هذه القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم، خاتم اقلها خاتم نحاس. نعم يدار في يدار في الاصبع، علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا، القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول وما يمرضوش. نعم لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. احنا إلا قارنا روسنا مثلا مع مكة ما بعدش بها بزاف، 3 ساعات في الطائرة، يعني احنا عندنا مغناطيس أكثر منهم. لكن الان مع يقلب الناموس الكوني ان الان الامراض في العربيه السعوديه وفي دول الخليج كلها، يعني حول مكه ولا حتى الشام، يعني كله هذه الدول عندها الان امراض اكثر من امريكا، لانها لم تحترم الناموس الكوني الذي خلقه الله لهذه المنطقه. ولذلك في النصائح اللي عطيت للحجاج انا قلت بان ما يتناولوش اللحم في مكه، ما الاحسن لا يتناولوا اللحم، لماذا؟ لانه مسافر مضطرب عصبيا، وان مكه جوها ثقيل ويجب ان يشرب ماء وياكل تمر وشعير فقط فقط. فهذه الاشياء ما نبقاوش حنا ناخذوا يعني من منطقه ضيقه، من واحد الزاويه ضيقه، ونقولوا بان نعم هذه. فالانسان عرف الحلبه، وعرف الحلبه بانها مفيده، والحلبه هي يكون احسن، لان النحاس اللي كنديروه في اليد اليسرى فهو كيجبد هذيك الهاله والمغناطيس لان جهه القلب. حيت كنشوف بعض الدراري نعم الان خصهم هذه القطعه ديال النحاس خاصها تكون في اليد اليسرى هذه الان، وعلى الاقل خاتم، خاتم اقلها خاتم نحاس. نعم يدار في يدار في الاصبع، علاش؟ لانه كيجر هذاك المانيتيزم على القلب وكيجر المانيتيزم على الجسم. جيد. اكثر من ذلك نزيدوا ندقوا، المنطقه ديال مكه ما فيهاش مغناطيس، فيها مغناطيس قليل جدا، القطب الشمالي فيه مغناطيس كثير،
من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول، من المفروض الناس ديال مكة يعيشوا أطول وما يمرضوش. نعم لأن هذه هي المنطقة اللي خلق الله المغناطيس ديالها والإشعاع ديالها قليل، والقطب الشمالي فيه مغناطيس كثير. إحنا إلا قارنا روسنا مثلا مع مكة ما بعدش بها بزاف 3 ساعات في الطائرة، يعني إحنا عندنا مغناطيس أكثر منهم. لكن الآن مع يقلب الناموس الكوني أن الآن الأمراض في العربية السعودية وفي دول الخليج كلها يعني حول مكة ولا حتى الشام يعني كله هذا